اللي خص يكون عند الشيوخ؟ واش فقط يكون على منابر المساجد كيدعيو للمولان الهمام ويقراو الخطب ديال الجمعة، أو لا عندهم شي دور تاني ديال توجيه المجتمع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فين هما الشيوخ؟ خش شي واحد هدر على غلاء الأسعار، علاش ما طيش وصلت لهاد المستويات هادي، علاش الحملة وصلت لهاد المستويات هادي. خش شي واحد دافع على حرق القرآن، خش شي واحد هدر على وهبي اللي حتى هو كيلغي آيات القرآن ولا كيلغي حوايج ديال حقوق المرأة في الشهادة اللي فيه ولج النساء شهادة المرأة هي شهادة تناسب الرجل إلى غير ذلك. هذاك النقاش الخاوي، أنا كنهضر بنقاش خاوي، لأنه الشهادة شهادة، والآن أصبحت شهادة المرأة نفس انتهى الموضوع. خرج شي واحد كيهضر على الامتحانات ديال المحامون، خرج شي واحد كيهضر على 17 مليار. أولا أنتم غير جالسين تما واكلين شابين كتطبيو الكروش، وكيف ما قال الفايت كتبدلوا في القفاطم، وتخرجوا لنا فاش كيقولوا لكم نوضوا خرجوا. الدور ديالكم تسالى، يعني الدور ديالكم باقي غير بين قراءة الخطب ديال الجمعة اللي كتجي من الداخلية، ويا ربي يعطينا الشتاء، ما كيحتاجوش الشتاء المزاريع ديالهم باش يكبروا لافوكا ويصيفطوها لبرا، عاد يكونوا كتحشموا على أعراضكم. إنسان مسلم خصو يهضر بشؤون المسلمين. دابا خرجوا، يلاه خرجوا دافعوا على راسكم. السيد كيقول لكم اجيو تقابلوني، او لا دابا صافي كلشي غادي يقول لك هكذا ما كدا علم. انا لست علمانيا، انا مسلم واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، والدين ديالي غادي نموت عليه. انا اللي بغيت نقول هادشي اللي كدوي فيه راه ما كيداش. الا غتخرجوا تهضروا على الحق، هضروا على الحق، واجهوا وشرحوا للناس، راه الشعوب بدات كتفيق. ما بقاش داكشي ديال زمان تبقاو تجيو تعاودوا للناس في التيخكم 100%. دابا راه كاين الانترنت، راه قريبا غادي يخرجوا شي شيخ بالاي اي، الذكاء الاصطناعي اللي غادي يدخلوا غتسولوا اي حاجه وغادي يجاوبك. راه ما بقالهاش بزاف، حيت كلشي دابا كاين، القران كاين اونلاين، الشرح كاين اونلاين، السنه كاينه اونلاين، كلشي كاين في الانترنت. اوتي شنقول لكم، لا حول ولا قوه الا بالله، تحياتي. والفايد وحيد منك هادشي، حيد منك هادشي، بارك من قله الحياه مع كلام الله، بارك من قله الاداب مع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. تستهزئ بقول الله عز وجل اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ الآن الشيطان محشم شوية، راك ما بقيتيش تحشم على شيء، بذكر قد أعذر الله من رجل أبلغه الله 60. الآن لا زال الناس يقولون لماذا تهجم على العلماء؟ لا زلت أقول ليس لدينا علماء، ولرجل يطلع. ولا تظنوا أن الدكتور فايد يتكلم عن فراغ أو يتكلم عن جهل، وإلا طلع لي شي عالم غادي ندمه. أنا قلت ليس لدينا علماء، ليس لدينا علماء، نقطة على السطر صافي، غنطليو طليتنا بالدارجة. من اللي كنلقى واحد في واحد التخصص معين الا هو ما له مزيان وغادي فيه بخير وعلى خير، علاش كيبغي يجي ويبدا يتطاول على الشريعه وعلماء الشريعه ومحاضن الشريعه كان الشريعه كلا مستبح؟ فالله يجزيكم بخير، احترموا تخصصاتكم باش تحترموا نفوسكم باش يحترمكم الناس، وما نحطوش ريوسنا مواقف اللي ما هياش. السلام عليكم ورحمة الله. ما تنساوش تخليو لنا الآراء ديالكم أسفل الفيديو في التعليقات، وتابوناو معنا في لاشين باش توصلوا بكل جديد.